اللي عشان معلومة المشاهد، تلفزيون الكويت 6 حلقات أو 7 حلقات وقفني. شو اسم البرنامج يا؟ أشعة إكس. أشعة إكس نعم. وقفني محمد السنعوسي يقول سقف عالي، نادوني مرة مرتين سقف عالي وقفوني. بس أنت تدري أن السقف واطي في تلفزيون الكويت، المفروض ما تروح من الأساس. لا حاولت. أي. شرف المحاولة يكفيني. الأكيد أني ما راح أقبل أن أمشي، أن هذا تلفزيون الدولة لازم أنت ويا الحكومة. قلت من قالك من الدولة هي عبارة عن حكومة؟ صار طلعت. خلك من نبيها تحالف فترة بسيطة، عشان فترة بسيطة. رحت بعدين للرأي. الرأي صار فيها شد قوي، وهذه للمرة الأولى طبيعت أني أجاوب. خلنا نوقف عند خلني بجاوب على بس نبيها تحالف مهمة جدا. بس نبيها تحالف بس قبل برجع لك. ما طرحت الموضوع عشان أسمع إجابة. يعني أنا ما أبي بس هذه لا بس نبيها تحالف. سلمان نبيها تحالف بس تكفى. الحين الشباب كلهم كل واحد تقمص دور المذيع. لا بس مشكلة أنك هذه بالي والله ناس نسيت أسألك عنها برا الهواء. بس على الهواء حقيقة ما قال علي الراشد ان محمد الوشيحي ينب بجامه ياخذ فلوسه اخر الليل على نبيه تحالف، صدق هذا الكلام؟ انا اقول انت ما رديت عليه. اجاوبك على الجزئيه هذه. بس اهم شيء البجامه شنو كان لونها؟ شوف الان ما راح يقولها لان غير موقفها، اي واحد يروح الموقف هذاك ينزل في الخصومه. لان كنت استضيف 6 ضيوف أو 7 في يوم واحد، يطلع هذا يدش، يطلع هذا يدش، فاطلع بدشداشه واحده مو صحيح. فاجيب دشداشه ومعلق دشداشتين او 3 ابدل على اعتبار ان هذا يوم اخر. تريح. هذا يوم اخر. فلو تذكر نبيها تحالف 6 ضيوف يطلعون في اليوم او 7 ضيوف. لو اطلع لك دشداشة واحدة يعني قله فهميه او قله مهنيه، فاطلع مره اتعمد ان لون بس بجامه. ما لبس بجامه. لا بس في نقطه بس أنا يعني ما اطلع من الباب وانا لابس بجامه. بس علي الراشد مسلمان، لكن الان ما راح يقولها لان علي الراشد الان اشعر انه بدا يرفع نفسه. لا بس علي 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 يعني انت موقف، انت تنقلت من اكثر من قناه. انت حاولت الحوار لي. لا لا اسمك لا تكلم، انت قلت لان حوار مفتوح فانا يعني شويه بس لانه يعني ما مخرجنا نبي وقت، نبي وقت نبي نسولف بس لان احنا ما يعني ما بغيت الموضوع يعدي، لان انا بالنسبه لي هذا الموضوع مهم. اليوم صح محمد الوشيحي موقفه واحد في عالم اليوم ولا في ولا في الراي ولا في نبيها تحالف ولا في تلفزيون الكويت، هو نفس الموقف. انا فهمتك انك تقول ليش البراند. اي لكن حتى الاسقف يعني لك حد، يعني الحد اللي تاخذه في قناه الراي ما هو نفس الحد اللي تاخذه في قناه العالم. لا هذا اللي يقول غير مهم. مهم. كان يعني تقريبا كان شوف اصحاب يعني القناه يراعون ان هذا فلان، اصحاب القناه مدركين هذا الامر. اي بس ومثل يعني ما قال لازم نقدر يعني خلني بس بجاوبك عشان تكون الصوره واضحه. نعم قناه الوطن الراي. اي الحين بكلمك عن قناه الوطن، ايضا بكلمك عن قناه العداله. قناه الراي طلعت انا مدرك ان عشان موضوعين، الثالث ان يعني سقف محمد ما نقدر. اول موضوع لقائي مع جاسم الخرافي وما حدث في الكنترول روم، يمكن هذه اول مره اقولها. يوم سعود العصفور دش عليه الشاهد في الراي، في الراي في الراي نعم، دش عليه مدير حمله جاسم الخرافي قال لا مو صحيح هذه الاسئله ما يصير تطرحها عليه، وهذه بكره انتخابات وما بكره انتخابات. انا قايل لهم قبل الحلقه، قلت لهم لكم مني احترمك كل الاحترام لانه ضيف، لكن ما نغفل الاسئله. قال سعود العصفور شو اللي دخل؟ من اللي دخلك عندي هني في الكنترول؟ اطلع برا. هذه سببت ربكه، هذه الناس كلهم ما يدرون عنها، حدثت في الكنترول. هذه احد الاسباب اللي احد الاسباب ان ليش مو لهالدرجه تعاملوا مع جاسم الخرافي سنا ومقاما وشافعي. هذه واحده. النقطه الثانيه البنك الوطني، كان احنا ثقلنا شوي على البنك الوطني. نعم. فاجتمعوا الناس و الوطن عرضت علي لو كنت ابي فلوس رحت الوطن. خالد العبد الجليل حي ورزق يكلمني نيابة عن خليفة العالي الخليفة عقب ما طلعت من الوطن. نعم. تعال، قلت له مستحيل، لسبب ان اذا خليفة الشيخ خليفة جاني في الكنترول وقال لي كذا بسمع الكلام اللي قلته ليوسف الجراحمة. انتم ما تقدرون على السقف، انتم تبولكم ناس العدالة. نعم. دقوا علي سعود الورع. سعود الورع عن طريق انا مكلفك مدير العام. كلفته. نعم. وقال كلفني فلان محمود حيدر. شو اسم ولد محمود حيدر؟ منصور. منصور. إيه. منصور محمود حيدر كلفني وتعال بقى. نعم. انا كنت الوطن حاطين اغراض. قلت والله لو إيه بس نفس الموضوع بالنسبه للجرايد ترى نفس الموضوع. بس انا ما ابي الحديث عنه. انت الله بلاك ورحت الشاهد. الشاهد ما نعرفها ذاك الوقت ترى. ايش ما تعرفها؟ شاهد يعني انت اقسم بالله ما اعرفها ولا احد منكم يعرفها ذاك الوقت. 2009 تعرفونها؟ صحيح. ولا اعرفها اول ظهور لها.
ما كنت اعرفها. لا بس تطور ابو سلمان وبعدين الامانه يعني تطور ادائك حتى الشاهد كان يعني تجربه، انا اعتقد ان التجربه كانت متواضعه لك في القناه متواضعه. انا ما ابي حديث، ابي الحديث لكم انتم بس على موقف جاسم الخرافي. الموقف اللي صار مع سعود العصفور هذا موقف يحسب لقناه الراي، لان القناه البروفيشنال، القناه المحترفه، الفريق اللي داخل الكنترول اقوى حتى من مدير عام القناه. نعم جدا. لا زعلوا انه يملك، لا زعلوا اذا كان يملك سعود العصفور الصلاحيه انه يطرد سواء كان مدير حمله جاسم الخرافي ولا حتى صاحب قناه الراي، فهذه تحسب لقناه الراي. لا ما تحسب لقناه الراي، تحسب لقناه الراي. لو ما زعلوا تعطي لو ما زعلوا تحسب، لكن تحسب لسعود اللي ما يدري عن القوانين لكن خذاها بمرجل بنعرف راح شلون تدخل عليه. من انت اللي تعطيني الاوامر؟ شلون خذاها سعود انا ما ادري شلون خذاها، لكن انا اكلمك اذا كان هذا الرجل يملك الصلاحيه في السيطره الكامله على الكنترول، انت اذا سيطرت على الكنترول سيطرت على البرنامج. عبد الوهاب بس خل ارد على الضيوف، خل ارد على جزئيه العرض اللي قدموه لك. عبد الوهاب انك تستلم اداره الحوار. لا انا برد الحين بجاوب على العرض اللي قدموه لك اياه الوطن. اول شيء عدم قبولك في العرض هذه خساره، لان انك شرف لي والله التعامل معك عبد الوهاب. يعني الامانه انا شهدت لك في غيبتك وفي وجهك. الله يجزاك. ولا بيقول واذا كان رفضك، اذا كان رفضك على العرض اللي قدمه تلفزيون الوطن لانك كنت تحاتي ان مجلس الاداره والملاك يفرضون عليك في السماعه توجه معين، فانت ما يعني تقييمك ما كان سليم. عندي رد طويل بس والله ما بياخذ الموضوع لي. انتم ضيوف، انتم اللي لكم الحق بالحديث. فانا قاعد الحين انا اللي قاعد اتكلم مسلم. خليني بعدين في اي لما اكون ضيف اي واحد فيكم نعم باذن الله يسالني وبسولف لكل اللي يبي، لكن الان بيعطيكم انتم المجال اكثر. نعم. للحديث.